بقى اللعبة أبطالها، وأنا واحد يعني مش من أبطالها بس واحد من اللي بيتمنى معاهم إن اللعبة دي تبقى موجودة في الدورة الأولمبية. كان في محاولات كتير خصوصا من الجانب المصري ولاعبين المصريين ده يحصل، لسه ما حصلش، يا رب يحصل الفترة اللي جاية. إيه اللعبة دي؟ الاسكواش. لأن إحنا بصراحة في لعبة الاسكواش ملوك اللعبة، مسيطرين سيطرة كاملة. لما تيجي تشوف البطولة الأخيرة، البطولة العالمية اللي كانت في شيكاغو، تلاقي المباريات النهائية مصرية خالصة، سواء على مستوى الرجال أو السيدات أو الفتيات. على مستوى الفتيات تستمر في إبهارنا وإمتاعنا وإنها تخلينا فخورين، البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم. ما شاء الله على نور، مسيرة طيبة جدا، ده يمكن تتوجها بهذا اللقب. نور طبعا ما شاء الله بفوزها ده حافظت على تصنيفها اللي هي المصنفة الأولى عالميا، ده اللقب الخامس اللي بتحققه كبطلة عالم واللقب الثالث على التوالي. والنهاردة كانت بيتم تكريمها من ناديها، نادي سبورتينج، تستحق التكريم مننا كلنا لأنها من اللاعبات المجتهدات جدا جدا ومركزة جدا في شغلها الحقيقة. ويسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف البطلة، بطلة العالم نور الشربيني. يا نور ألف ألف مبروك ودايما مشرفانا ما شاء الله. مساء الخير، الله يبارك في حضرتك. مشرفانا دايما يا نور ما شاء الله. ويعني احكي لي عن شعورك، طبعا الشعور دائما لا يوصف، بس فكرة انك كمان تحققي اللقب للسنة الثالثة على التوالي ده شيء اعتقد ليه شعور مختلف. اكيد طبعا بطولة العالم دي اكبر بطولة واهم بطولة عندنا، ودي البطولة اللي انا دايما بستناها كل سنة، فاكيد شعور ما يتوصفش، ومبسوطة جدا ان انا قدرت المرة الخامسة اكسبها. ان شاء الله. اعتقد ان انت عندك هدف جديد دلوقتي بقى، ان انت تكسري الرقم القياسي لنيكول ديفيد، هي حققت البطوله 8 مرات قدها وقدود، احنا ثقتنا كبيره فيكي. يا رب يا مطهر، يعني هي نيكول اللي هي عملته محدش عمله لحد دلوقتي في العالم كله، فاتمنى طبعا ان انا اقدر ان انا احقق انجاز زيها يعني. لا ان شاء الله تكسري كمان الرقم اللي هي حققته ان شاء الله. نور احكي لي، هو يعني من وجهة نظرك كده ما شاء الله الله أكبر، هو احنا ليه مسيطرين في اللعبة دي قوي كده؟ يعني السؤال ده برضو الإجابة فيه تختلف كتير، بس احنا الحمد لله كتير ومستوانا كويس وعددنا كتير، فلما حد بيبقى مش موجود أو حد بيقع مننا في حد تاني بيشيله، فدايما بيبقى في مصري يعني أو مصرية موجودين في كل الأدوار النهائية يعني. نعم. فزي ما بطولة العالم احنا 4 مصريين بنلعب في الفاينل، فالحمد لله احنا مسيطرين وأدائنا كويس وعددنا كبير، ولسه كمان قدامنا سنين طويلة يعني نبقى على نفس المستوى ان شاء الله دايما نفضل مسيطرين. طيب قولي لي، انا عارف انه كان في مجهودات كتيرة جدا عشان اللعبة دي تبقى موجودة في بطولة الألعاب الأولمبية، بتفتكري ليه الموضوع ما بيتحققش؟ نفسنا طبعا دي، ونفسنا نبقى موجودين في الأولمبيكس، يعني ده أكبر حدث رياضي بيحصل وبنتائجنا وبأدائنا نفسنا إن احنا نبقى موجودين، نبقى في الأولمبيك، نقدر إن احنا نحقق يعني نجيب ميدالية أو حاجة، بس محدش عارف طبعا ليه. ممكن مصريين احنا كويسين، بلاد تانية مش كويسين زينا، موضوع سياسي شوية يعني محدش عارف السبب بالظبط، بس احنا كل مرة بنبقى في الشورت ليست بس عمرنا ما بنخش فعلا، بس نفسنا يعني يوم من الايام ان احنا نخش الاولمبيكس. يا رب ان شاء الله قريب باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا نور وكل التوفيق ليكي، وباذن الله يعني املنا كبير في ربنا وفيك ان انت تكسري الرقم بتاع نيكول اللي هي حققت 8 بطولات، ان شاء الله انت تحققي 9 و10 كمان باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا اللاعبه او بطله العالم نور الشربيني.